الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال حديثنا في الباب الذي عقده الكليني رضوان الله تعالى عليه في كتاب الكافي تحت عنوان: ان الامامة عهد من الله عز وجل معهود من واحد الى واحد. بمعنى ان الائمة يختارهم الله سبحانه وتعالى من غير واسطه، كما انه سبحانه وتعالى يختار الانبياء. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره سبحان الله وتعالى عما يشركون الحديث الثاني من احاديث هذا الباب عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام حيث قال اترون الموصي منا يوصي الى من يريد لا والله ولكن عهد من الله ورسوله لرجل فرجل حتى ينتهي الامر الى صاحبه ذكرنا في الحلقه الماضيه ان القران يدل على ان الامامه عهد من الله ومن المعلوم ان عهد الله اليه لا الى غيره الله سبحانه وتعالى كما له الخلق كذلك له الاختيار وهذه الايه التي تلوناها في اول الحديث تدل على ذلك كما ان لله الولايه التكوينيه كذلك له الولايه التشريعيه كذلك له الانتخاب والاختيار وربك يخلق ما يشاء الخلق لله لا شريك له لا نقول ان احدا شريك لله والعياذ بالله في الخلق لا الخلق لله وربك يخلق ما يشاء ويختار الاختيار ايضا لله سبحانه وتعالى اختار ادم عليه السلام للنبوه اختار نوحا عليه السلام للنبوه والرساله وهكذا الى ان اختار محمدا صلى الله عليه واله للنبوه والرساله. الاختيار لله ومن بعد الانبياء الاوصياء الله سبحانه وتعالى يختارهم ما كان لهم الخيره يعني اذا واحد يقول ان الخلق لغير الله او يقول ان غير الله شريك مع الله في الخلق هذا مشرك وكذلك من يقول ان الاختيار لغير الله او غير الله شريك معه في الاختيار كذلك هذا يكون فيه شرك حس الشرك جلي او شرك خفي ذاك بحث اخر لكنه حقيقه الشرك موجوده فيه لان الشرك شنو هو الشرك تاليه غير الله هذا شرك وكذلك اعطاء غير الله صفة خاصة بالله، يمكن واحد لا يعبد غير الله، لكن صفة خاصة من صفات الله ينسبها لغير الله، هذا أيضاً نوع من أنواع الشرك، نعم قد يتشهد الشهادتين هذا الإنسان، وشركه يكون خفياً، لكنه شرك، مثل المرائي المرائي هو مشرك باطناً لكنه مسلم ظاهراً، لذا يعبر عنه بالشرك الخفي، هذه العبادة خاصة بالله، كيف أنت تعبد لغير الله لكي يراك غير الله، فأشركت بالله ما هو خاص بالله، لكن هذا شرك خفي، يعني لا يسبب الخروج عن الملة. لا يعتبر مرتدا لكن باطن النوع من الشرك كذلك الذي يزعم ان اختيار الاوصياء والائمه لغير الله هذا امر خاص بالله نسبه لغير الله يعني الذي يقول الخلق لغير الله او يقول الاختيار لغير الله فهو مشرك والله سبحانه وتعالى عن ذلك فاذا اختيار الأئمة عهد من الله، كما تلونا هذه الآية في سورة البقرة: "وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي؟ قال لا ينال عهد الظالمين"، يعني الإمام عهد الله، والله سبحانه وتعالى لا يعطي عهده لمن ظلم فلذا الإمام الصادق هنا يقول اختيار الأئمة مو بيدنا الأئمة عليهم الصلاة والسلام خلق الله الذي فضلهم الذي اصطفاهم بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وآله لكن اختيار الأئمة لم يكن لهم الإمام اللي بعد منه هو هذا مو بيد الإمام الذي كان قبله هذا لله، الإمام اللي قبله يبلغ. ولذا هنا يقول: أترون الموصي منا يعني من الأئمة يوصي إلى من يريد إلى من يريد يعني شنو؟ يعني يوصي يعني الاختيار بيده كلا لا والله ولكن عهد من الله ورسوله. عهد الله لأن هذا أمر من الله. عهد رسوله لأن الرسول بلّغ من باب أن الرسول بلّغ يقال له عهد الرسول صلى الله عليه وآله ولكن عهد من الله ورسوله صلى الله عليه وآله لرجل فرجل حتى ينتهي الأمر إلى صاحبه الذي هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب حديث مفصل عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام الامام يبين ان اختيار الاوصياء في الامم السابقه لم يكن بيد الانبياء وانما الله سبحانه وتعالى يبلغ النبي بذلك والنبي يعلن ويبلغ للامه فالامام الصادق يذكر مثالا من داود عليه السلام إن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى داود أن اتخذ وصيا من أهلك بس ما عينا المصداق لحكمة الله هو كان مختار سليمان ومصطفي لذلك لكن التبليغ كان بالتدريج لحكمة الآن ستتضح في بيان هذا الحديث الشريف وتفسير الايه الوارده في هذا المضمار الوصي مو بالضروره يكون من اهل النبي في الامم السابقه قد يكون من اهله وقد لا يكون من اهله يعني شيث ابن ادم كان وصيا لادم مثلا لكن ليس بالضروره كل نبي يكون وصيه من اهله سليمان عليه السلام وصيه آصف بن برخيا قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. آصف بن برخيا كان وصيا لسليمان لكنه لم يكن من اقرباء سليمان مثلا شمعون الصفا كان وصيا لعيسى عليه السلام ولم يكن من اقربائه. الله سبحانه وتعالى أوحى إلى داود أن اتخذ وصيا من أهلك هاي المرحلة الأولى زين من هذا الوصي الله سبحانه وتعالى لم يبينه لداود لمصلحة زين داود كان له عده اولاد وفيهم غلام كانت امه عند داود وكان لها محبا غير سليمان لان داود كان له ازواج متعدده عده ولد غلام الغلام في اللغه العربيه الانسان دون الثلاثين يعني الطفل الرضيع يقال له غلام واحد عمره أقل من ثلاثين سنة يقال له غلام هذا في اللغة العربية لذا في قضية عاشوراء الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يقول قد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا برسول الله علي الأكبر عليه السلام كان عمره في ذلك الوقت بين 18 سنة حسب كلام بعض المؤرخين و 28 سنة مع ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام عبر عنه بكلمة غلام زين كان لداود ولد يحبه ويحب أمه طبعا الحب يعدي يعني إذا واحد يحب زوجة من زوجاته اكثر من غيرها فعاده يحب اولادها اكثر من اولاد غيرها فداود اخبر زوجته ام هذا الغلام بهذه القضيه المراه قالت فليكن ابني هي تحب ابنها ما دام الله سبحانه وتعالى قد أخبرك بأن نتخذ وصيا من أهلك فليكن ابني داود عليه السلام قال ذلك أريد أنا هم أحب هذا الشيء لكن أنتظر الوحي من الله سبحانه وتعالى هاي المرحلة الأولى المرحلة الثانية بيان فضيلة سليمان حتى عندما داود يخبر بني إسرائيل ويخبر أعمدة الملك لأن داود أيضا كان ملكا ويخبر أهله بأن الله عين سليمان نبيا من بعده وصيا من بعده حتى تكون نفوسهم مهيئة يعلمون بأن سليمان على رغم صغر سنه له الاهليه ليتبوأ هذا المنصب، يكون نبيا وفي الوقت نفسه يكون ملك ملكا ايضا. لذلك المرحله الثانيه الله سبحانه وتعالى امر داوود ان يحكم في قضيه وان يحكم فيها علماء بني اسرائيل. القضيه شنو هي؟ انه غنم واحد عند قطيع الغنم في الليل دخلوا مزرعه انسان وهذا القطيع من الغنم اكل الاشجار الزراعيه زراعه هذا الرجل اكله فصارت خساره على صاحب الارض وصاحب الزرع زين هنا حسب القاعدة شنو هي؟ ضمان صاحب الغنم، علماء بني اسرائيل ماذا قالوا؟ قالوا بانه نجيب مقوم يقوم خسارة الزرع، المقومون اهل الخبرة قوموا الخسارة بقيمة هذه القيمة تساوي قيمة أغنام صاحب الغنم قال زين هذا ضامن ولأنه ضامن مقابل ما تلف من زراعة صاحب الأرض يسلم أغنامه كضمان لصاحب الزرع الحكم حكم حق حتى في بعض الروايات أن داود أيضا حكم بهذا الحكم وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم نفشت يعني دخلت فيه ليلا وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما القاعدة شنو هي أنه صاحب الغنم، الأغنام تحتاج إلى رعي، زين الرعي في النهار هو يأتي بأغنامه في النهار. صاحب الزرع لازم يحفظ زرعه في النهار. لو الأغنام في النهار كانت داخلة إلى أرض صاحب الأرض، هنا ماكو ضمان، لأنه أنت صاحب الأرض في النهار لازم تكون متواجد في أرضك وتحفظ أرضك. صاحب الغنم خو ما يقدر انه غنمه دائما يخليهم في الحظيره لازم يوديهم للراعي هذا بالنسبه للنهار لكن بالنسبه للليل صاحب الارض لازم يروح الى بيتر لازم يروح يستراح انت صاحب الغنم لازم في الليل تراعي غنمك تخليهم في حظيرة حتى لا يفسدون أراضي الناس الناس لازم تروح تستراح 24 ساعة ما يقدرون يحمون أراضيهم في النهار عليهم بأراضيهم أما في الليل عليهم بالاستراحة أنت صاحب الغنم لازم تحافظ على غنمك والغنم كانت في الليل داخلة إذ نفشت النفش والنفش الدخول ليلا إذ نفشت فيه غنم القوم زين الحكم حق وداود رضي بذلك الحكم الذي حكم به علماء بني إسرائيل والحكم حق أضريته بمقدار ضرر تدفع ضمان أغنامك بقيمة الزرع الذي تلف فتسلم الأغنام لك ضمان لكن الآية تقول ففهمناها سليمان يعني علمنا سليمان حكم أحسن بحيث أن صاحب الزرع يحصل ضمانته ويحصل الخسارة اللي خسرها من جراء اكل الاغنام زرعه وفي الوقت نفسه صاحب الغنم لا يفقد راس ماله. صحيح هو مقصر في القضيه وضامن، لكن الشرع لا يريد ان يضره. لان الشرع رحمه للجميع، حتى المجرم الشرع رحمه له. حتى العقوبه التي جعلت للمجرم رحمه لنفس المجرم. أحياناً يعبر عنه ببعض العقوبات بالتعزير، هو التعزير شنو معناه؟ معناه المنع، يعني هذا اللي ارتكب جريمة يستوع... يستوجب مثلاً التعزير، هذا التعزير يمنعه عن تكرار الجرم، هذا بصالحه، ذنوبه تصير أقل، إذا يكرر الذنب تتراكم عليه الذنوب، لكن العقوبة تعزره يعني تمنعه عن تكرار الذنب وكذلك رادع للاخرين تكون. فصحيح هذا صاحب الغنم هو مقصر وهو ضامن، لكن لا نريد ان نضره يكون ضرر عليه بحيث انه يفقد راس ماله، فشنو كان حكم سليمان؟ كان حكم سليمان ان صاحب الغنم يعير اغنامه لصاحب الزرع عاريه. فصاحب الزرع خلال سنة يستفيد من صوف هذه الأغنام، يجز الصوف يستفيد منه، يستفيد من لبن وحليب هذه الأغنام، وأيضاً أولاد هذه الأغنام الجداء تكون لصاحب الأرض، مجموع هذه خلال سنة الصوف واللبن وما تلده هذه الاغنام يكون بمقدار مبلغ الزرع الذي اتلفته الاغنام وبعد سنه يستوفي الضمان اللي كان على صاحب الغنم يستوفي كاملا ويرجع الاغنام الى صاحب الغنم يعني هنا هم صاحب الارض وصل الى حقه وهم صاحب الغنم ما خسر رأس ماله الجميع أعجب بهذا الحكم وكلا آتينا حكما وعلما يعني حكم داود كان صحيح ما كان خطأ لكن حكم سليمان كان أفضل فهنا تبين لداود أن سليمان هو الأفضل والأجدر وتبين لبني إسرائيل أن سليمان هو الأجدر وتبين للجميع ذلك فلذلك رضوا بان يكون سليمان وصيا وخليفه لداود عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه واله بنفس الطريقه مشى يعني في اول البعثه حينما نزلت وانذر عشيرتك الاقربين الرسول ما صرح لهم بأن الله اختار عليا عليه السلام، وكان في مقتبل عمره، ما أخبرهم، وإنما عرض عليهم أنه يا واحد منكم من بني هاشم كانوا أربعين شخصا، أي واحد منكم يصدقني فيكون خليفة لي، وصيا من بعدي. لم يفه بها احد من بني هاشم الا الامام علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام وبعد ذلك في مواقف كثيره دافع عن الرسول في غزواته وقاب نفسه وكان معه وظهر منه العلم وظهر منه كذا وكذا 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 من الفضائل بحيث ان اذعن الجميع بانه الاجدر بالخلافه والرسول بلغ وبلغ وبلغ في يوم الغدير اخذ البيعه منهم ولكن احيانا النفوس تعلم وتابى مثل ما صار في قضيه موسى وهارون هارون كان نبيا مع موسى وكان مع موسى في كل مواقفه ردء معه وحينما ذهب موسى إلى الطور وكان الميعاد في الظاهر ثلاثين يوما ثم أتمه الله إلى أن وصل إلى أربعين ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة زين موسى قبل ما يطلع ماذا قال لهم وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين يعلمون فضائل هارون وسابقته ويعلمون أن موسى أخلفه عليهم لكن بمجرد أن الثلاثين يوم عدت تصوروا أن موسى قد مات عشرة أيام فقط كادوا ان يقتلوا هارون استضعفوه زين ليش ما جردت السيف؟ هؤلاء اشركوا بالله عبدوا العجل خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي لان موسى عليه السلام وصاح ان لا يفرق بين بني اسرائيل وان يصبر مع انه هؤلاء عبدوا العجل وكذلك تكرر في هذه الامه الاسلاميه على كل حال في هذا الحديث الشريف الامام الصادق عليه الصلاه والسلام يقول ان الامامه عهد من الله عز وجل معهود لرجال مسمين يعني الله عينهم الله سما سماهم مو فقط ذكر اوصاف كليه لا عين فلان ابن فلان ليس للإمام أن يزويها عن الذي يكون من بعده ثم بعد ذلك الإمام الصادق يبين قصة داود وسليمان بشكل مفصل إلى أن يقول فلم يلبث داود أن ورد عليه رجلان يختصمان في الغنم والكرم الزراعة زراعة العنب فأوحى الله عز وجل إلى داود أن اجمع ولدك فمن قضى بهذه القضية فأصاب فهو وصيك من بعدك فجمع داود عليه السلام ولده فلما أن قص الخصمان قال سليمان يا صاحب الكرم متى دخلت غنم هذا الرجل كرمك مزرعة العنب متى دخلت قال دخلته ليلا قال قضيت عليك يا صاحب الغنم بأولاد غنمك وأصوافها في عامك هذا ثم قال له داود فكيف لم تقضي برقاب الغنم يعني ليش ما قلت الغنم كلها يسلم يسلمها كضمانة كخسارة كغرامة وقد قوم ذلك علماء بني إسرائيل وكان ثمن الكرم قيمة الغنم فقال سليمان إن الكرم لم يجتث من أصله وإنما أكل حمله وهو عائد في قابل هالسنة أكلوا العنب مثلا العناقيد الحمل الذي كان على هذا الكرم في العام القابل يطلع مرة ثانية وهو عائد في قابل فأوحى الله عز وجل إلى داود إن القضاء في هذه القضية ما قضى سليمان به يا داود اردت امرا واردنا امرا غيره انت كنت تحب ان يكون ابنك الاخر من الزوجه التي تحبها اكثر من غيرها هو اللي يكون وصي لك لكن قضاء الله بغير ذلك طبعا هذه بين قوسين نذكرها الامر اذا كان للنبي او للامام هو يختار ما فيه المصلحة وقد يكون ما فيه المصلحة هو الذي يرغب فيه لا بأس بذلك لكن حينما يعلم بأن الله يريد غيره النبي أو الإمام يريد ذلك الغير أيضا لا يخالف أمر الله سبحانه وتعالى أردت أمرا وأردنا أمرا غيره فدخل داود على امرأته فقال أردنا أمرا وأراد الله عز وجل أمرا غيره ولم يكن إلا ما أراد الله عز وجل، لأن إرادة الله غالبة على كل إرادة. فقد رضينا بأمر الله عز وجل وسلمنا. زين الإمام الصادق يذكر هذه القضية اللي هي وردت في القرآن، ثم يقول: وكذلك الأوصياء عليهم السلام، يعني الأئمة في الأمة الإسلامية. ليس لهم أن يتعدوا بهذا الأمر، أن يتعدوا بهذا الأمر، فيجاوزون صاحبه إلى غيره ما حق يختار غيره وإنما يختار ما اختاره الله سبحانه وتعالى الحديث الآخر من أحاديث هذا الباب وهو أيضا عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام بنفس هذا المعنى الإمام يقول أترون أن الموصي منا يوصي إلى من يريد لا والله، ولكنه عهد من رسول الله صلى الله عليه واله الى رجل فرجل حتى انتهى الى نفسه، يعني الامام ذكر اباءه ذكر ان رسول الله صلى الله عليه واله بين وبلغ ان الله اختار عليا ومن بعد علي عليه السلام الامام الحسن ومن بعده الامام الحسين. ومن بعده اختار علي بن الحسين ومن بعده اختار محمد ابن علي الباقر حتى انتهى الى نفسه ومن بعد الامام الباقر اختار الامام الصادق الامام الصادق اللي يقول اني مو باختيار ابي من نفسه لا الله سبحانه وتعالى هو الذي اختار الائمه وكان منهم الامام الصادق عليه الصلاه والسلام وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره سبحان الله وتعالى عما يشركون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين